محمد عمري عاود لينا قصتك. لكن كانت عندي حانوت ودابا غلب عليا الزمان وبقى عندي حانوت لا والو. الدراري مخليهم بالجوع ما عندهم ما ياكلوا. شحال هادي باش فاقد العمل ديالك؟ شي عامين دابا هادي. عامين وانت فاقد العمل؟ عامين دابا فاقد العمل ديالي. الاول في المدينه في البلاد كانت عندي حانوت وكان جميع المسائل كان عندي السكر الدقيقه الدجاج. كنتي عايش مزيان؟ كنت عايش مزيان. دابا باش مرت صافي درت فايض صافي ما بقى عندي والو. شنو السبب باش فقدتي العمل ديالك؟ باش فقدتي باش ما بقيتيش ما بقاتش عندك حانوت ديالك؟ ما بقاش عندي حانوت صافي. كان سميتو كان داروا لي الشعوذه صافي كلشي داكشي مشى. كيفاش شكون دار لك الشعوذه؟ وما عرفتش شكون اللي دارها لي. داروا لي الشعوذه ما بقاش كيجي عندي حتى واحد. طبيت هذاك الشعوذه باش انت عرفتي بلي الشعوذه هي السبب انك فقدتي العمل؟ لقيت واحد الحرز شي يقول لي. فين لقيتي؟ لقيت واحد الحرز ديال الحانوت. شكيتي في شي حد؟ كتشك في شي حد؟ عادي خليها منهم الله. ما كتشكش في حتى شي واحد؟ كنشكي واحد كان واحد ولد عمي كان دار الحانوت هو قال له هو اللي دار لي هذه الحاله هذه. علاش كان منافس ديالك؟ منافس ديالي. انت كنت خدام مزيان؟ كنت خدام مزيان يا. كانوا عندك الكليان ديالك؟ كان عندي الكليان ديالي كلشي كان الرواج. كنت عايش في العز؟ كنت عايش في العز الله يرحم والديني. وليدات؟ عندي الوليدات ديالي مالي فيهم هذاك الساعه مالي فيهم. عمرك توقعتي ان هذا الشيء غيوقع لك؟ ما عمري تنيت في حياتي. وباش حسيتي نهار فقدتي العمل ديالك؟ صافي مرت مابقاش عندي السوق. شنو لقيتي في ذاك الحرز؟ مكتوب ما عرفت والله ما عرفت. ديتي لشي واحد ما ديت رسميتو غير حركتو صافي حركت جديده حركت. سيدي في ديك اللحظه ملي لقيتي عندك حرز كما كتقول هذاك الشيء طلع لي الراس هذاك الشيء طلع لي الراس صافي ما بقاش كيف قلت الراس غادي يتفرقع عليا. واش من ديك الساعات وحياتك صافي تبدلات؟ انت غادي بشويه صافي. انت عايش في العز شويه صافي وصلت بك الدرجه انك ما لاقي ما تاكل؟ لاقي ما ناكل يا صافي. دابا هذا الشيء كنطلب الناس. كيفاش دوزتي ديك الازمه؟ كيفاش دوزتيها؟ يا صابر انا صابر صافي صابر صافي. كتقول انك انت ماشي ولد هنا؟ ماشي ولد هنا وصافي حالي ما عايش في الدنيا كاع. خويتي بلادك؟ خويت بلادي ورجعت لهنا باش نخدم على ولادي وما قديش نخدم. واش داك السبب هو اللي خلاك تخوي بلادك؟ هذاك هو السبب باش خويت بلادي ما عقلتش على راسي ما عقلتش عليه باش جيت لهنايا. سمحتي في كل شيء؟ سمحت في كل شيء. كل شيء مورايا. كريت واحد الحانوت كذا ب 4000 باش كريتها صافي ديال سميتو ديال التراب واحد الحانوت ديال التراب في البلاد كريتها ب 4000 باش كريتها. اييه. لا هذاك نيت. ديالك هذه؟ ديالي هي. كريتها ما بقى فيها والو دابا عمرها هو الخو. 4000 ريال ما قدك الوالو؟ ما قد والو. شنو هي 4000 ريال؟ كتساني شهرين ديال الكرا. كتساني دابا شهرين ديال الكرا. انت كاري هنا؟ انا كاري هنا في مزي واحد الدار قديمه. كتسالك شهرين ديال الكرا؟ كتساني شهرين ديال الكرا. انت الان مريض؟ وانا مريض دابا. ما لقيت كاع ما ناكل. شبعت مرات ما كتقدرش كاع تنوض من فراشك؟ ما قدرتش نوض من فراشي صافي عيان صافي ميت. ما كتلقى ما تاكل؟ ما تلقى ما ناكل. الدراري ما صبرتش فيهم باش يكونوا في الجوع. ما صبرتش. احساس ديال الابوه؟ احساس ديال الله يرحم والديني. احساس صعيب بزاف. فاش كتشوف وليداتك؟ ملي كيموتوا بالجوع كيقول لي ما شبعوا كاع الخبز ما شبعوا. ساكن فين مزيان؟ ربي معنا. غادي تعمر عمر الله يرحم عليهم الوالدين. الله يرحم عليهم الوالدين. الله يرحم عليهم الوالدين اودي. قول لنا الرقم ديالك الا كاين شي محسن بغى يتعاون معاك يتعاون مع هاد الوليدات. اي تعاون معنا الله يرحم باش نبراو باش الوليدات حتى ما بقاش في الجوع. بغيتي تولي بصحيحتك؟ بصحيحتي باش نخدم على ولادي الله يرحم والدين. الكبده صعيبه. نخليهم بالجوع. طلع حوايج بعد نفس ما عنديش. عندي شي حاجه ما عنديش باش نصبرو. ما عندهمش ما يلبسوا انا ولا وليدي فرشينا واحد العصير واحد حصيره فرشها في التراب. سنة 77 46 82 37. عاودها. سنة 77 46 82 37. شنو هي الرسالة ديالك اللي بغيتي توصل للمسؤولين واللي بغيتي توصل للمحسنين باش يتعاونوا معاك اليوم؟ بغيت نوصل رسالة الله يرحم الوالدين الله يكثر خيرهم. الله يرحم والدي اش غنقول لهم؟ انا صافي راه صافي حالي ما كاينش كاع. بغيتيهم يتعاونوا معايا الله يرحم والدي باش نداوى واش حاجه المساعده باش نداوى وباش نخدم على ولادي. دابا راه خليتهم بلا فطور بلا والو. البارح كاع مسوقين الناس كاع مسوق انايا.
كان يعني من مثل الزلد، كان يعني من مريض انا بالقلب ومريض بالاعصاب ومريض قام مريض انايا. قلتي لينا ان عندك بزاف ديال الامراض من غير القلب والاعصاب. عندي المعده، عندي مريض مصران. ما كتقدرش تخدم؟ ما كنقدرش نخدم. ما كاينش اللي يخدم على وليدك؟ ما كاينش اللي يخدم على مراتها، هي مريضه وانا مريض. علاش كتعاني الزوجه ديالك؟ المركب ديالها رجلين كيضربوها رجلين. عندك بزاف ديال الدويان كتاخذ؟ عندي بزاف ديال الدويان، شفتها نص ليش دابا لهنايا. ما لقيتيش اللي يشريهم لي؟ ما لقيتش اللي يشريهم ليا. ما كاينش اللي يتعاون معاك؟ ما كاين حتى واحد يتعاون معايا، حتى واحد. قلتي لينا انك محتاج طبيب ديال القلب. محتاج طبيب ديال القلب باش نعرف ديال القلب ويا صحي كدرني. ما نقدرش نخدم. شكون اللي كيعاونك؟ باش كتوكل وليداتك؟ كانت كتبغي المراه خدامه ودابا بقى دابا مريحه ما بقى لنا والو. فاش كانت كتخدم؟ كتخدم في الفيرما. ها ولاد كيقراو دابا يلاه بالي ثاني باش شي بان ولا ثاني باش جلدو في المدرسه. ما تعطيك باش جلدو وليدات باش هو شريف مسكين شرف شارف صافي عنده 90 عام. التعاون معاك؟ التعاون باش سميتو باش قيد الدراري المدرسه. ما كانش عندك باش تسجلهم؟ ما عنديش باش نسجلهم وما عنديش باش حتى ما ناكل. ما فاطرش عندك ما تاكل؟ ما عندي ما ناكل.